واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإلى اليوم تم قصف وهدم 30,000 منزل، هدم 30,000 بيت في قطاع غزة، 30,000 من البيوت تم تسويتها بالأرض، ونتج عن ذلك تشريد 1,200,000 فلسطيني في القطاع بلا مأوى، في الشوارع إن كانت الشوارع تتحمله، 1,100,000 من الفلسطينيين صاروا بلا مأوى، لأن القصف على المشاعر ليس فيه أي نوع من الاختيار. أي معلومة استخباراتية يتم على إثرها القصف العشوائي، تدمير الأحياء كاملة وبتسويتها بالأرض، ومع ذلك فرئيس الكيان الصهيوني يدعي أنه ليس في غزة مدنيون عزل، يقول كل من في غزة من المحاربين، مع أن عدد القطاع يعني عدد السكان في القطاع حوالي 1.5 مليون، هذا عدد سكان القطاع، منهم 1,000,000 طفل، وحوالي 750,000 من النساء، ومع ذلك فهذا المجرم رئيس الكيان الصهيوني يصدر إلى الغرب هذه المعلومة التي تؤخذ على أنها من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدال. ليس في غزة مدنيون عزل، كلهم محاربون. هؤلاء الأطفال ما يصل إلى 1,000,000 طفل، هؤلاء من المحاربين، النساء، العجائز، الشيوخ، المرضى. المستشفيات تؤمر بتفريغ من فيها، أين يذهبون؟ ما البديل؟ قوافل المساعدات الطبية والإنسانية تمتد القاطرات التي تحملها إلى عشرات الكيلومترات، ولا يؤذن لقاطرة واحدة بالمرور إلى داخل غزة، كلها تقف هذه الشاحنات بما فيها من المساعدات الطبية والإنسانية، تقف ولا تتحرك ولا يؤذن لها. وهناك حاملتان أمريكيتان ترابطان أمام السواحل اليهودية، حاملة طائرات، لماذا؟ يحاربون من؟ حاملة طائرات لحرب حماس، لحرب حزب الله، وبريطانيا وإيطاليا تدفعان بالقطع البحرية لمساندة حاملتي الطائرات الأمريكيتين. ما هذا الفجور؟ هذا العالم الغربي بلا قلب، بلا ضمير، بلا شعور، وفي الوقت نفسه يقولون نحن نحارب حيوانات آدمية. إن الحيوانات أكثر عاطفة وأعظم شفقة من هذا العالم الغربي الفاجر. العالم كله ينظر إلى هذه المأساة، إلى هذا السجن الكبير وأكبر سجن في العالم، غزة
أكبر سجن في العالم كله، والآن أكثرهم بلا كهرباء بلا ماء. اليوم فقط الإدارة اليهودية تعلم الإدارة الأمريكية بأن جنوب غزة تم إيصال المياه إليه. ولما تقطع المياه؟ المياه لا تصل إلى القطاع إلا عن طريق اليهود، والكهرباء والوقود، وكذلك ما يتعلق بالآلات والأدوات والمعدات الطبية، كل هذا إنما يأتي عن طريق هؤلاء. وهؤلاء ليس في قلوبهم رحمة، هم يسيرون على المعتقد الذي يعتقدون أن من ليس يهودياً فليس إنساناً. هؤلاء يعني الجويم، يعني الأمميين، من ليسوا بيهود، هؤلاء عند اليهود أحط من الكلاب، أو هم كالكلاب عندهم، ينبغي أن يقنعوا بالفتات الذي يلقى إليهم متناثراً من موائد أسيادهم من اليهود. أي فجور هذا؟ الجهاد ماض إلى يوم القيامة وله صور. ليس الجهاد مقصورا على حمل السلاح، فإن لم يتيسر، إن لم تتوفر شروطه ولم تتيسر أسبابه، فكيف يكون الجهاد؟ الجهاد بالمال، من استطاع أن يساعد فليساعد. الجهاد بالدعاء الذي يظن به المسلمون، فأكثر المسلمين في غفلة، أكثر المسلمين في غفلة، ولا تمر عليهم هذه المآسي إلا مرور الكرام، لا يتوقفون عندها، لا تحرك فيهم المشاعر، مع أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإذا ما تألم منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه مسلمات وحقائق ينبغي أن تكون راسخة في قلب كل مسلم. فلا يتيسر الجهاد بالسلاح، ولكنه يتيسر بالمال. وهناك منافذ الآن من أجل توصيل المساعدات لهؤلاء المكروبين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يفرج كربهم. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كرب المكروبين من الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة وفي الشتات يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم من البلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ثأرهم على من ظلمهم، اللهم اجعل ثأرهم على من ظلمهم، اللهم اجعل ثأرهم على من ظلمهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصرهم على من عاداهم وثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.